مرحبا بكم خوتي عندي في هذا النهار ديال رمضان، النهار الأول ديال رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا بالرزاق والصحة وكل ما كنتمناو يا ربي. مرحبا بكم عندي في هذه المائدة المتواضعة، كنتمنى تقبلوها مني ويعجبكم هادشي اللي وجدت كما كتشوفوا معايا. وجدت هنايا السفوف اللي فايت درت لكم فيديو. السفوف راه كيجي زوين ولذيذ، الطريقه ديالو كما شفتوا معايا في الفيديو حضرته معاكم ساهل، كيجي زوين. هو هذا دابا اللي انا حاطاه في هذا المائدة المتواضعة، هذه الحريرة، الحريرة المغربية اللي الطريقة ديالها سهلة وبسيطة، كتجي زوينة حتى هي، ما تشبعوش منها. حتى هي راني حضرتها في فيديو، نتمنى تعجبكم وتجربوها. هادو تميرات ضروري يكون في المائدة ديال الفطور، يكون تمر. وهادو المخمرات تهم راني موجدهم وحطاهم في فيديو في القناة، خمرات انا درتهم هكا صغيورين وجدتهم نيت رمضان، درتهم في المجمد. واليوم ان شاء الله حضرتهم، ها هما كيجيو زويونين. هادو البريوات اللي تا هما حضرتهم معاكم، تا هما راه دايرهم في فيديو. الدجاج واللوز الطريقه ديالهم تا هما سهله وبسيطه، كيجيو ولداد. انا وجدتهم نيت رمضان، درتهم في المجمد كما شفتوا معايا، يعني كيبقاو لينا مده طويله، ترى شهر كامل ان شاء الله، وكل نهار نسخنو داكشي ديال القياس اللي غادي ناكلوه. كيجيو زوينين ولداد. هذه الشباكيه اللي حضرت معاكم كما كتشوفوا معايا، كتجي زوينه، الطريقه ديالها سهله وبسيطه، حتى هي راني حضرتها في الفيديو في القناه، كنتمنى تعجبكم هذه المائده المتواضعه. وهذا خبيز ديال الدار ديال الزرع، كيجي زوين، الدقيق ابيض والزرع كيجي زوين وزعما صحي، كيجي زويون ما تشبعوش منه. دوزو ان شاء الله مع الحريره، كيجي واعر. وهذا العصير، العصير ديال الخيزو او الجزر مع الياغورت، وما كياخذناش العصير البرتقال بزاف، انا درت فيه كاس ديال البرتقال، عسل البرتقال وكاس ديال الياغورت وخيزو على حسب كل واحد يدير القياس ديالو. كيجي زوين ولذيذ، حتى هو ما تشبعوش منه واقتصادي. هذه حليبه وقهيوه كما كتشوفوا معايا، درت اتاي بريريت ديال اتاي والقهوه والحليب انا مخلطاها صافي، السكر. فطور متواضع كنتمنى يعجبكم وتقبلوا عليا، ومرحبا بكم عندي. غادي نخوي العصير وتشوفوا كي تيجي. بسم الله، كيجي زوين، ما تيجيش خاطر بزاف وما كيجيش خفيف، كيجي زوين والريحه ديالو زوينه، كنتمنى يعجبكم. هاد المائده المتواضعه كل واحد وخيره في دارو.
نتوما كيجي زوين غير جربوه في الجزر. هذا خبيز انا قطعته كيجي زوين، خبيز ديال الزرع كيجي زوين، الدقيق الابيض والزرع. وهذه الشباكيه كما وريتكم ها هي اللي حضرتها معكم، راه كتجي زوينه ها نتوما فتيه ولذيذه. وهادو البريوات كما كتشوفوا حضرتهم معكم كيجيو زوينين. وهذه الحريره، دي حريره كتجي زوينه هانتوما، حتى هي ما ثقيله ما خفيفه. كنتمنى تعجبكم، راني غادي نحطها في القناه ديالي. حضرتها معكم، درت لها فيديو خاص بها، الحريره المغربيه هذه عروسه المائده، لما كانتش هي ما كاين والو. خوتي هذه هي المائده المتواضعه، نتمنى تعجبكم وتجربوها. هادو المخمرات هما كيجيو زوينين، انا صايبتهم ودرتهم في المجمد باش هما دابا نفعوني، درتهم في الاول ديال رمضان. كون ما صايبنا الحاجه وخبعناها كانت كتنفعنا. وكنتمنى يعجبكم هذا الفطير، كنتمنى يعجبكم هذا الفطير هذا المتواضع. وهذه الزميته او السفوف، هذه هانتوما اللي حضرتها معاكم في القناه، كتجي زوينه ودغيا كنوجدوها. الطريقه ديالها سهله وبسيطه، كتجي زوينه ولذيذه ما تشبعوش منها. هذه دائما هذا هو السفوف ديالي. كنتمنى يعجبكم هذا الفطور، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. وكنتمنى لكم الصحه والسلامه وتيسير الامور يا ربي، كل ما كتمناو. تلقاو فيديو جديد وتهلاو ليا فراسكم، وبسلام عليكم.